الشارع وتوقف عليا وحده مركبه ولدها، انا جالسه ناكل بحال هكا في الفريز، وقفت عليا وتقول لي دخيلك ابني ساعدني بدي اشتري حليب لابني مشان الله. قلت لها الله يسهل تميت غادي، ويطلع لي ولدها قال لي شويه الفريت الله يحفظك. اواه قلت رجعت عندها قلت لها اختي واش بصح انت من سوريا؟ فتقول لي ايش بان لك عشيري طلعت بنت المدينه القديمه ومفرجه في باب الحاره. شام واحد تكون مريح معاه تبدا عليك في اوروبا ما تيطلبوش، تلقاهم حاطين واحد البيانو طويل وطربوش الناس تيحطوا لهم فيه الفلوس، وهذاك تيقصر البيانو بشويه عليه وما مسوقش بنادم، بالعكس حتى هما تيطلبوا بحالنا بحالهم. ديك النهار وقف عليا قاوري قال لي دوني مو ان ديغام بلي عندي مع الفرنسي، وانا تيصاوب لي واحد ليكسبريسيون كريت عرفتي تعشرت معاه، ولا تيعلمني ديك الشطحه ديال الشيط سمولا شبندن شبنت شنت الشيب اللاف او 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 سما غو. كاين واحد النوع تاع الطلافه ما تيقول لكش عطيني، تيقول لك كمل ليا. واحد وقف عليا كنت مريح في سناك تناكل، وقف عليا وقول لي الله يرحم ليك الوالدين لما كمل ليا واحد 15 درهم بين شت ساندويش كفته. قلت ليه شحال عندك تماك؟ قال لي 4 دريال. انا اللي تيسطيني بزاف في الطلبه هما المراكشيين، صعيبه عليهم الطلبه بزاف تقال. كي شتي المراكشي تيبيع زربيه وتيريح عام يخدم رخا الله دخل الفلوس. شتي المراكشي واحد كاع مشى بيجرب راسو في الطلبه، مشى هو يريح حدا فيروج تيشعل الضو الخضر تيريح مع راسو تيتكوانا، تيبان ليه الطونوبيلات غادي، واحد شويه تيشعل الضو الاحمر ما تيجي وقف حتى تلقى الضو الخضر شعال عاوتاني. المهم الخوت من اسباب ديال الطلبه السعايه هو الفقر. انا اليوم جبت لكم الحل الفقر. شحال حنا في المغرب 40 مليون مغربي، غنديروا درهم لواحد في النهار، غنديروا القرعه غنجمعوا هي شحال با تعطينا 40 مليون درهم في النهار، كل واحد ياخذها في النهار. المهم لا عجبتكم هذه الفكره ديالي صدقوني انا الاول. الله يرحم ليكم. ميرسي.